هو كابتن هو اللي يبدأ الأول. أنا فرحان إن النهائي مصري ما بين أهلي والزمالك، وده اللي أنا كنت بتمناه من فترة كبيرة جدا يعني. هتبقى كابتن رضا عبد العال شايف ان يعني لاول مره ده حدث تاريخي بالنسبه للكره في مصر ان الاهلي والزمالك بيقابلوا بعض لاول مره في نهائي دوري الابطال؟ طبعا يعني عايز اقول لك على حاجه، وكنت انا وابراهيم من اسبوع او 10 ايام وقبل كده يعني من اول ما البطوله بدات كله بيتمنى اهلي وزمالك في النهائي بصراحه، يعني لان عايزين نرجع للرياده تاني، عايزين نرجع تاني ان احنا نبقى سيد افريقيا سواء من خلال الانديه او المنتخب. فده مش هيتحقق الا بالبطولات، يعني كلنا حزننا في ماتش نهضه بركان وبيراميدز برغم ان في ناس كتيره كانت ما بتساندش بيراميدز، بس اللي حصل خلى الناس كلها تعاطفت مع نادي بيراميدز. فاحنا الحمد لله والشكر لله ان النهائي بقى عندنا واهلي وزمالك، مين ياخد بقى مش مهم، الجدع بس المهم ان هي وصلت ايه؟ مصريه. ده اللي احنا كنا عايزينه. هاخد من كلام النجم الكبير الكابتن رضا عبد العال ومن هنا من البريمو من قناه تن من يعني بالناشد، وده يمكن بداناه من اول ما النادي الاهلي كمان تاهل للنهائي، وكنا بننتظر كمان ان نادي الزمالك يحسب بطاقه التاهل، والحمد لله حصل. دلوقتي بقوا الاثنين اكبر ناديين في افريقيا وفي الشرق الاوسط في نهائي افريقيا لاول مره في التاريخ. فكره بقى ان مين ياخد البطوله، زي ما قال كابتن رضا، زي ما قال الكابتن ابراهيم سعيد، ان مش مهم خالص مين اللي ياخد البطوله، الاهلي او الزمالك ده مش مهم. لكن في نفس الوقت كمان زي ما احنا عايزين نشوف مباراه من الناحيه الفنيه على مستوى كبير جدا، عايزين نشوفها كمان من الناحية السلوكية والأخلاقية ما بين الناديين الكبيرين، ما بين اللاعبين لاعبي الفريقين الكبيرين، ما بين مسؤولي الناديين، ما بين جماهير الناديين الكبيرين على السوشيال ميديا. ورجاء، كل الرجاء من الجماهير اللي موجودة على السوشيال ميديا إنها تلتزم، كل واحد يشجع فريق، وده طبعاً حق كل واحد، لكن المهم في النهاية أن تظهر صورة مصر بصورة مشرفة، لأن البطولة دي بطولة تهتم أو بيهتم بيها العالم بشكل كبير جدا، لأنها بتحسم طبعا بطل إفريقيا في الموسم الحالي. كابتن رضا عبد العال برضو يعني عايز أبدأ بيك، وفكرة هل يعني الصراع اللي موجود ما بين الاهلي والزمالك، واحنا طبعا هنتكلم على المباراه فنيه، في الصفقات، في طبعا كل واحد بيحب ان هو ياخد بطوله وده شيء طبيعي. عايز كلمه منك في البدايه وكلمه منك من الكابتن ابراهيم، وانتوا الاثنين لعبتوا، وحضرتك لعبت مباراه السوبر الافريقي وكانت اول مباراه دي معنى الاهلي بالظبط نادي الزمالك. عايز يعني حضرتك كلمه منك لجماهير الاهلي والزمالك، كلمه منك للاعبي الاهلي والزمالك ومسؤولي الناديين قبل المباراه المهمه ديت اللي هتكون في نهائي افريقيا يوم 27 نوفمبر. طب هل كلامنا هيأثر؟ ان شاء الله هيأثر. طيب احنا فاضل 20 يوم مثلا. طب ما يبقى في مبادره من الناس المسؤوله هنا من مصر ان هم يقربوا وجهات النظر بين الاداره والاداره. لو عملوا كده هيخفوا الشحن المعنوي اللي بين الجماهيرين، يعني الكبار لما يتصالحوا اعتقد ان الدنيا هتهدى على السوشيال ميديا وبين جماهير الاهلي هنا وبين جماهير الزمالك هنا. فلازم الخطوه دي مش احنا اللي نعملها، الناس الكبار اللي في البلد هم اللي يعملوها، لان دلوقتي طبيعي كابتن محمود الخطيب هيحضر. طبعا مستشار مرتضى هيحضر. ينفع تصدر للناس ما يسلبوش على بعض؟ احنا بنتكلم بمنتهى الامانه، خلاص احنا الاثنين اكبر ناديين ووصلنا النهائي، مين بقى يقود المشكله دي؟ لازم حد من الناس الكبيره في الدوله، ان لازم الاثنين، يا اما الاثنين ما يحضروش. بس ما اعتقدش دي اهم حاجة تتعمل الفترة اللي جاية دي هتريح الدنيا كلها، لما الإدارتين يبقى في تصالح
حتى يعني يسيبك بقى من كل القضايا اللي هي مرفوعه هنا ومرفوعه هنا والكلام ده، بس قدام الناس ان الناس دي بتمثل مصر، بيمثل النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب، والمستشار مرتضى بيمثل نادي الزمالك قدام العالم كله. وبعد كده هتلاقي السوشيال ميديا كلها ما بقاش فيها الهيجان ولا الفتن ولا الصراعات ولا كل الحاجات اللي احنا بنشوفها دي. والله كل الكلام ده هتلاقيه بالونه ونامي. طيب احنا معانا على التليفون